صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصبح الخير والسعادة وراحة البال أصبح عليكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتكم المفضلة إذاعة نور دبي. يسعدنا مستمعينا الكرام تواصلكم وتفاعلكم معنا ومع ضيوف حلقتنا لليوم على الأرقام التالية 600551414، ولرسائلكم النصية القصيرة 4006. في بداية البرنامج أحب أرحب بفريق الإعداد من هيئة الصحة بدبي، ومن نور دبي أرحب بزميلتي ميرا المري، وفي الإخراج بيكون معنا اليوم مخرجنا وائل القواسمة. وبكون معاكم أعزائي المستمعين خلال هذه الساعة محدثتكم آمنة آل علي. في حلقتنا لليوم من برنامج صحة وسعادة بنتناول فقرات متنوعة ومفيدة، بنتكلم في البداية عن آخر الأخبار والدراسات العلمية والعالمية، وفقرتنا اليوم الرئيسية في البرنامج بتكون عن كيفية وقاية الأطفال من الأمراض المعدية. وفي فقرة التغذية اللي عودناكم عليها دايما بنتكلم عن التغذية الصحية وضغط الدم، خلوكم معنا. خبرنا اليوم أعزائي المستمعين يقول قبل الحمل راجعي تطعيمات هذه الأمراض. الجمعية الألمانية لأمراض النساء أوصت المرأة اللي ترغب في الإنجاب بمراجعة حالة تطعيمات بعض الأمراض اللي قد تهدد صحة وحياة الجنين، وأوضحت الجمعية أن الإصابة بالحصبة أو السعال الديكي أثناء الحمل تسبب في حدوث آلام المخاض في وقت مبكر أو حدوث ولادة طفل خداج، وقد يصل الأمر إلى حد توقف نفس الجنين في حال الإصابة بالسعال الديكي. وأضافت الجمعية أيضا أن إصابة الأم بالتهاب الكبد الوبائي من النوع باء خلال الحمل قد تلحق تلف جسيم بكبد الجنين، قد تصل إلى حد الإصابة بسرطان الكبد لا سمح الله. أما الإصابة بجدر الماء أو الحصبة الألمانية فقد تلحق تلف بالغ بالجنين في رحم الأم، ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة يتعين على المرأة تجديد جرعات التطعيم ضد هذه الأمراض إذا كان ضروريا قبل حدوث الحمل. وفي موضوع آخر أيضا، كشفت دراسة حديثة أجريت في جامعة إست إنجلا أن تناول وعاء صغير من التوت البري كل يوم يمكن أن يساعد في الوقاية من الخرف ويحسن من الصحة الإدراكية للإنسان. وشارك في الدراسة مجموعة من كبار السن الأصحاء مؤلفة من 60 شخص تتراوح أعمارهم بين 50 و80 عام، حيث تم إعطاء نصفهم 100 جرام من مسحوق التوت البري المجفف كل يوم لمدة 12 أسبوع، في حين لم يتناول النصف الآخر التوت البري. وأظهرت اختبارات الدم وفحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي بأن الأشخاص اللي تناولوا التوت البري كان لديهم تدفق دم أفضل إلى أجزاء مهمة من الدماغ، وتمتعوا بذاكرة أفضل بعد 12 أسبوع من بدء الدراسة مقارنة بالأشخاص اللي لم يتناولوا التوت البري. كما أظهرت النتائج بأن الأشخاص اللي تناولوا التوت البري كانت لديهم مستويات منخفضة من الكوليسترول السيء بنسبة 9%، مما قد يساهم جزئيا في تحسين مقدرات الدماغ والإدراك. وقال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور ديفيد فوزور أظهرت النتائج انخفاضا كبيرا في مستويات الكوليسترول الضار اللي هو LDL واللي تساهم في تصلب الشرايين نتيجة تراكم اللويحات في البطانة الداخلية للشريان. ويوصي الأطباء بتناول التوت البري نيا أو ممزوجا مع أطعمة أخرى بدلا من تناوله على شكل عصير، لأن العصير غالبا ما يكون محمل بكميات كبيرة من السكر.
وبهذا أعزائي المستمعين كانت هذه أخبارنا اليوم وآخر الأخبار طبعا العالمية اللي نجيب لكم إياها في برنامج صحة وسعادة. في الحديث عن التوت أقدر أقولكم أنه ممكن إحنا كأشخاص ممكن كأمهات أن نسرع حب نوع معين من الفواكه في الأطفال من الصغر. يعني الطفل اللي عمره سنتين إذا بديتي تعطينا التوت هو بيتعود على أنه يأكل التوت، وإذا عطيتيه الخيار نفرض يعني بيتم راسخ في مخه الشيء اللي انتي عودتي عليه. فدايما نقولكم اذا تشوفون في فواكه معينة لها فوائد كبيرة مثل التوت طبعا، لان انا شفت حواليني صراحة ناس كثار يتناولون التوت يوميا، ويعتبر التوت بالنسبة لي يعني نقدر نقول مجموعة يعني التوت والفراولة وهذيلة حتى سعره أقل من الباقين، يعني مش أنه حتى مكلف سعره أن أنتوا تأخذونه بكميات كبيرة. فتقدرون أنكم تأخذون التوت هذا وتخلونه كعادة يومية يتناولونها الأطفال، وطبعا هذا للحفاظ على صحة الدماغ. وبهذا أعزائي المستمعين تناولنا معكم أخبار متنوعة في بداية برنامج صحة وسعادة. وأحب أذكركم مثل ما أقولكم دائما وأرد أقول هذه المعلومة، أن تبرعكم بالدم بإمكانكم من خلال قطرة دم واحدة إنقاذ حياة العديد من الأشخاص. ممكن تتسائلون كيف ممكن أتبرع بالدم؟ تقدرون تتبرعون بالدم عن طريق حساب هيئة الصحة بدبي اللي هو DHA App. تدخلون وهناك بتحصلون على خدمة دمي، تضغطون عليها وفي مجموعة أسئلة بسيطة تجاوبون عليها، وبعدها تأخذون موعد للتبرع بالدم في مركز دبي للتبرع بالدم. وفي طريقة ثانية بعد ممكن تكون أسهل اللي ما يحبون التقنيات الحديثة، تقدرون تتصلون على الرقم 80342 وتختارون الخيار رقم 3، بيطلع لكم خيار خدمة دمي وتضغطون على هذا الخيار، وكذلك تجاوبون على الأسئلة وتأخذون موعد للتبرع بالدم. يمكن الكثير من الأشخاص يجهل إذا ما كان عنده شخص مصاب بالثلاسيميا، إذا ما كان عنده شخص مصاب بأمراض الدم. ممكن نحن كأشخاص الحمد لله معافين وما عندنا أمراض ما نحس بمعاناة الأشخاص اللي محتاجين لتبرع بالدم بشكل دائم. فأنا أنصحكم وأنصح نفسي وأنصح جميع الأشخاص اللي يسمعونا الحين وقادرين إنهم يتبرعون بالدم، تبرعك بالدم هو أيضا مفيد لك أنت كشخص كفرد، لجسمك أيضا التبرع بالدم مفيد لك ومفيد للآخرين، وأنت بذلك تكون أديت خدمة وخدمت المجتمع عن طريق تبرعك بالدم. تقدرون تحصلون مركز دبي للتبرع بالدم موجود في مستشفى لطيفة، بتحصلون يعني يعني مركز دبي للتبرع بالدم في مستشفى لطيفة موجود داخل حرم المستشفى. يعني من تدخلون مستشفى لطيفة بتحصلون مركز دبي للتبرع بالدم. تقدرون إذا أنتم ما دخلتوا الآب أو ما اتصلتوا على رقم 80342 أنكم تتوجهون لمركز دبي للتبرع بالدم، وهناك بياخذون عنكم معلوماتكم وبتجاوبون على الأسئلة، وكذلك بتتبرعون بالدم، وبقطرة دم تبرعتوا فيها بتكونون أنقذتوا حياة العديد من الأشخاص. أعزائي المستمعين الحين بنتقل معاكم فاصل قصير وبنرجع نواصل فقرات برنامج صحة وسعادة، خلوكم معنا. صحة وسعادة. يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. أرحب فيكم من جديد وأقولكم أعزائي المستمعين وذكركم بأرقام التواصل معنا واللي هي 600551414، ولرسائلكم النصية القصيرة 4006. يعتبر ارتفاع ضغط الدم من الأمراض العصرية المزمنة اللي يعاني منها الكثير من أفراد المجتمع، واللي يمكن أن نحن نتعايش معها وتفادي مضاعفاتها السلبية من خلال ممارسة الأنشطة والتمارين الرياضية واتباع النظام الغذائي الصحي. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا اليوم عبر الهاتف الأستاذة سهى نوفل اختصاصية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذة سهى. صباح النور والسرور. يا هلا فيك. بداية حبينا نعرف منك أستاذة سهى عن أهمية الحفاظ على المستوى الطبيعي لضغط الدم والمخاطر المحتملة لهذه المشكلة الصحية.
بداية الله يسعد صباح جميع المستمعين. فزي ما تفضلتي بالنسبة لضغط الدم، لو حكينا في البداية شو هو ضغط الدم، لو عرفنا الناس إيش هو ضغط الدم. ضغط الدم هو القوة اللي بتدفع اللي بتحدث نتيجة تدفق الدم في الأوعية الدموية. فهذا التدفق المفروض إحنا نحافظ عليه بشكل ثابت بشكل مضبوط، لأنه لما يزيد التدفق الدم ويزيد القوة هاي بشكل أكبر من تحمل هذه الشرايين بتضر في الأوعية الدموية اللي تنقل الدم. لما تضر فيها معناها بتسمح لبعض الكوليسترول إنه يبلش يتراكم في جدران هذه الشرايين ويزيد العبء على هاي الشرايين، وبالتالي تقل كفاءتها. طبعا إذا قلت كفاءتها معناها هذا رح ينعكس مباشرة على الأعضاء الرئيسية والحيوية في جسمي، سواء القلب، الدماغ، الكلى. حتى تؤدي هاي وظائفها بالشكل السليم وبالشكل الصحي لازم يكون عندي ضغط الدم منضبط أو بحدود المعروفة واللي يحددها الطبيب. لكن إذا صار في عندي اختلاف في قراءات الضغط، صارت فيها ارتفاع كان مش منضبط، فهذا كله حيأثر على هاي الأعضاء الرئيسية. طبعا الأسباب اللي نحكي فيها، في عندي أسباب، السبب المباشر لضغط الدم إلى الآن غير معروف، لكن بيكون تراكمات على مر سنين. وفي أحيانا بتكون عندي أسباب غير مباشرة بتؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، واللي الناس لازم ضرورة تنتبه لها. أي حد عنده مثل هاي الأعراض، سواء كان عنده تدخين، عنده سمنة، عنده التدخين زي ما حكينا، نعم عادات غذائية غير صحية، عنده مرض عائلي، أمراض في الهرمونات، أمراض في الكلى، هاي قد تؤدي أيضا إلى ارتفاع في ضغط الدم. فيجب أن نكون حريصين ونحرص وننتبه. إذا أنا عندي أي من هاي الأشياء أبلش أنتبه لموضوع الضغط، وما أترك الموضوع عايم لحد ما يوصل لمرحلة يصير فيها شوية ضبط الضغط الدم أصعب من لو كان في البداية، لأنه في النهاية حيأثر عندي على القلب، حيأثر عندي على الكلى، حيأثر عندي حتى على الدماغ وعلى باقي أنسجة الجسم بدون ما يكون الإنسان يشعر. نعم أستاذة سهى، لو بنقول ما هي أعراض المرض بشكل عام، أعراض مرض ضغط الدم شو هي بشكل عام؟ هلأ ضغط الدم، لو الناس أو الأكيد الأغلب صار يسمع كلمة القاتل الصامت، فإحنا مشكلة الضغط هو القاتل الصامت. يعني ما بتظهر الأعراض بشكل ملحوظ عند أغلب الناس، بيكون يؤذي في الأوعية الدموية مكان ما التدفق فيه عالي، يؤذي القلب من غير ما الشخص هذا يشعر، فجأة بيكون يحبو صار عنده فشل كلوي السبب الرئيسي نتيجة لمضاعفات الضغط غير المنتظم، أو سكتة دماغية لا قدر الله، أو نوبة قلبية. فهاي كلياتها بسبب إيش؟ إنه ما بتكون عنده الأعراض بشكل واضح. أغلب الأعراض بتكون الناس بتفكرها أعراض عرضية مثل الصداع الدائم. ناس بتقولك ما هو صداع باخد حبة بنادول، لا، الصداع المتكرر حتى لو ما كان عندك أمراض أخرى أو أشياء أخرى لازم تحاول أنت تشوف هذا الصداع شو مصدره شو أسبابه، لأن الصداع عرض لكثير من الأمراض. لكن أتأكد هل هو فعلا نابع من الضغط؟ وفعلا كانت تجينا حالات يقول لك صداع دائم من الإرهاق من مش عارف إيش، لا، اتأكد، يقيس الضغط على مدى كم من يوم يكون الضغط مرتفع، أنت صداعك بسبب الضغط. إذا أهم الأعراض المشتركة عند أغلب الناس اللي هو الصداع، صعوبة في التنفس، أحيانا يصير في نزف في الأنف، نبض القلب غير منتظم. فالإنسان اللي عنده هاي الأشياء حتى لو بتيجي بشكل عرضي ضروري يتابع ويقيس الضغط، يتابع في عيادة إذا عنده جهاز ضغط يقيس الضغط على فترات مختلفة، لأنه ممكن يكون هاي بداية الضغط. والمرض في البداية سهل السيطرة عليه، السيطرة عليه سواء بالعادات الغذائية، سواء كان بالحياة أسلوب الحياة نفسه، سواء حتى باستخدام الأدوية. لكن أشوف الأعراض هاي ظهرت عندي وبشكل متكرر، خليني أعرض حالي على الطبيب، أشرح للطبيب. فإذا فعلا أنا أكون مريض ضغط وأنا مو حاسس في حالي، فأعالج حالي من البداية قبل ما أوصل للمراحل اللي بعد اللي ممكن يتلف لي لا قدر الله إشي في الكلى، أو يتلف لي إشي في أنسج أوعية دموية تحت القلب، أو بعدين أصير أعاني من مضاعفات أخرى. نعم أستاذة سهى، أيضا حبينا نعرف شو هي الأنظمة الغذائية اللي ممكن نحن من خلالها نقدر نحارب ضغط الدم. هلا اذا الشخص كان في المراحل الاولى، خلينا نحكي وحتى لو مش في المراحل الاولى، يعني حتى لو الشخص بده يحكي لك انا باخذ دواء معناها اروح اكل زي ما بدي، لا، انت بتاكل، لكن لازم نضبط موضوع الطعام، نضبط موضوع تناول الطعام، سواء كان الانسان بياخذ ادويه للضغط او سواء كان لسه ماشي على النظام الغذائي وفي المراحل الاولى. اهم الانظمه الغذائيه اللي هي
زي ما نحكي الأغذية اللي مفيدة لقلبك هي مفيدة لضغطك، يعني الأغذية اللي فيها الخضار الورقية والخضار والفواكه اللي لونها الأحمر اللي لونها برتقالي. ليش؟ تتركز فيها مضادات الأكسدة، تتركز فيها بعض المواد اللي بتحارب وبتساعد على نزول الضغط. بتركز الخضار الورقية بتتركز فيها البوتاسيوم، البوتاسيوم بيساعد على نزول ضغط الدم. الفراولة، التوت البري فيها المواد برضو اللي بتساعد في عمل ضبط وبتقلل من ضغط الدم عند تناولها. اليقطين، الشمندر، كلها هاي المواد فيها مواد عندي بتركيبها بتساعد على نزول ضغط الدم. الرمان، الرمان من مضادات الأكسدة فيه جدا عالية، في بوتاسيوم عالي. الموز في نسبة بوتاسيوم عالية، يعني الرمان والبوتاسيوم نحكي عنهم اللي فيهم تقريبا نسبة بوتاسيوم عالية، لو تناولها الشخص بشكل ملحوظ بتنزل الضغط. الفلفل الحلو اللي لونه أحمر فيه فيتامين A، في البوتاسيوم كمان، برضه هذا بيساعد على نزول ضغط الدم. البطاطا الحلوة، الثوم، الثوم جدا بفيد في المساعدة على ضبط الضغط. فأنا بتناول هاي، أحاول هاي الأغذية اللي فيها المواد الغذائية الأساسية، العناصر الغذائية هاي اللي حكيناها اللي فيهم البوتاسيوم واللي فيهم المغنيسيوم اللي فيهم الكالسيوم زي الزبادي قليلة الدسم، لأنها هاي الأشياء كلياتها بتحارب ارتفاع ضغط الدم. هاي لما تكون موجودة في النظام الغذائي، مع سواء كان بلشت أنا آخذ أدوية أو لساتني ماشي على النظام الغذائي الصحي، كلها هاي بتساعدني على إني أعمل شوية توازن عندي في مسألة ضغط الدم، ولو ارتفع بيرتفع بحدود المعقول، ما بيروح بيرتفع بشكل عالي جدا. أحافظ على وزني، الوزن جدا بيأثر على ضغط الدم. كثير من الدراسات عم تنعمل على الناس اللي عندها سمنة وقارنتها بضغط الدم، كيف لما يبلش ينزل وزنه كيف الضغط لحاله ببلش ينعمل له كنترول بالتدريج. هاي دراسات على مستوى العالم انعملت. فأنا إذا هذا الشخص عنده سمنة، لازم يحاول هذا الشخص ينزل من الوزن لحتى أضبط عنده مسألة ضغط الدم مع نزول الوزن. زي ما حكينا، الناس اللي بتتناول برضو أدوية أخرى لازم أشوف وأنتبه على مواعيد هاي الأدوية وكيف بنتناولها. النشاط البدني، برضو النشاط البدني جدا مهم. النشاط البدني بيساعد على ضبط قراءات ضغط الدم. طبعا انت لازم تستشير الطبيب في نوعية النشاط، مش اروح اجهد حالي زيادة واتعب، لا، بتتدرج من النشاط البسيط للنشاط المتوسط، لانه هذا النشاط برضو راح ينعكس على وزنك، راح ينعكس على الدهون السيئة بتبلش عندي تزول وتنزل من الجسم، فبالتالي راح ينعكس قراءاته كلياتها على ضغط الدم. نعم، بالتأكيد هناك مثل ما ذكرتي أغذية معينة يجب يمكن أيضا على أستاذة سهى، على الأشخاص اللي لديهم ضغط دم أن يركزون على مثل هاي الأغذية. فأنا حابة أسألك أيضا، إذا الشخص يعني يعرف أنه مصاب بضغط الدم، هل لازم هذا الشخص يتجه إلى أخصائي التغذية ويعمل له نظام غذائي، ولا ممكن أنه يكون يمشي حياته طبيعية؟ هو شوفي، هي حيمشي الحياة لكن لازم يروح لأخصائي التغذية، لأنه أحيانا الشخص بيعتمد على الجوجل وعلى النت في انه ياخذ اشياء من النت، لكن ممكن هاي الاشياء ما تناسبك انت، تناسب اكس بس ما تناسب يعني تناسب هذا الشخص بس ما تناسب الشخص الاخر. انا ممكن اقرا والله تناول مثلا 3 من فصوص الثوم يوميا بنزل لك الضغط، بس انت واعتمدت عليه، ما راجعت طبيب، ما راجعت اخصائي تغذيه، ترى الثوم لحالها ما راح تشتغل معاك، لازم برنامجك الغذائي يكون كامل. الشغله الثانيه انها في ناس ما بتعرف انه في ملح، انت الناس بتحكي لها ضغط دم تربط على طول في الملح، ومع اي ملح بربطوه مع الملح المباشر. طبعا انا عندي الملح مش بس الملح المضاف على الطاوله اللي هو أسوأ شيء، يعني احنا بنسميه ملح الطاوله، يعني اللي بتضيفيه انت اضافه، في عندي الملح اللي اثناء الطبخ، الخضار طبيعتها واللحوم، الدجاج كله طبيعته بتركيبه في املاح، في صوديوم. طيب هذا ما هو مشمول من ضمن الاملاح اللي انا بتناولها. الملح اللي موجود في الاغذيه المعلبه والاغذيه المصنعه وحتى الاغذيه المفرزه مش بيضيفوا لها املاح عشان تحافظ عليها لفتره طويله. الناس، في كثير من الناس تجهل انه برضه هاي كلياتها مصادر للاملاح. فانت لما بتزور اخصائي التغذيه، لما بتزور طبيبك، بشرح لك بالضبط
انه هاي الاغذيه حتى محتواها لازم يكون من ضمن برنامجك الغذائي، من ضمن الحميه اللي انت بدك تمشيها. الملح ليس فقط ملح الطاوله المباشر، هو عندي الملح بيكون مخفي في المواد المصنعه، في اشياء ثانيه كمان ممكن تزيد عندك الضغط، اللي هي تناول المكسرات المملحه، كل هاي الاشياء برضه بالنهايه راح ترفع لك الضغط. فانا لازم ازور طبيبي، لازم ازور اخصائي التغذيه عشان يكون النظام الغذائي شامل من كل النواحي، مش فقط والله ملح، برضو أنا عندي زيادة وزن، أي سواء أنا عندي دهون، عندي أي شيء، يكون يشمل لي كل الأعراض وكل الأمراض في نظامي الغذائي، بحيث يكون نظام صحي متكامل. نعم بالتأكيد أستاذة سهى، مثل ما ذكرتي النظام الصحي المتكامل هذا ما بيجينا إلا من خلال تواصل الفرد نفسه اللي عنده أي عرض أو أي مرض مزمن، إنه يتواصل مع الطبيب اللي هو أخصائي التغذية الموجودين ما شاء الله أنتم في تقريبا مراكز رعاية صحية الأولية، وأيضا موجودين. لو تقولي لنا أستاذة سهى، وين ممكن للأشخاص اللي يسمعونا الحين وحابين إنهم يتجهون لأخصائي التغذية؟ طبعا بشكل عام احنا اخصائي التغذيه زي ما تفضلتي موجودين في مراكز الرعايه الصحيه الاوليه، موجودين في مستشفيات هيئه الصحه كافه. ممكن الشخص مجرد ما يكون عنده اي تحويل من اي طبيب بيراجع عنده مباشره، يعطوه موعد مع اخصائي التغذيه، هي بس تحتاج تحويله من طبيب بحيث انه يشوف اخصائي التغذيه. لما يزور اخصائي التغذيه فبيشوف عنده تحاليل وبيشوف ايش الطبيب كاتب عن حاله هذا الشخص، فبتكون الصورة عند أخصائي التغذية واضحة من كل النواحي، من ناحية هي مش بس أنا يجيني المريض أخذ منه مثلا النظام الغذائي وأقيس وزنه، لا، ليش إحنا بنحكي يكون عندي محول من طبيبه؟ لأنه طبيبه بيكون عامل له تحاليل، كاتب لي الأعراض الثانية، الأشياء الثانية اللي بيعاني منها هذا الشخص، الأدوية اللي بيتناولها، فبتكون الصورة واضحة عند أخصائي التغذية، أدويته، تحاليله، الأمراض الأخرى اللي بيعاني منها، حتى لو ما كان عنده أي أمراض بس أنا عارفته بس. ولما بيزور أخصائي التغذية طبعاً بتعمل له تقييم كامل للنظام اللي هو ماشي عليه، وشو اللي إحنا أنا وين النقاط اللي فيها خلل وأعدل عليها، وين الأدوية اللي أنت بتاخذها، لا ما تاخذش هذا الدواء مع الأكل الفلاني لأنه ممكن يقلل من كفاءة الغذاء أو يقلل من كفاءة الدواء، يعني اثنين يشتغلوا على بعض. فمراكز الرعاية الصحية الأولية كافة فيها أخصائي تغذية، المستشفيات في هيئة الصحة بدبي على مدار الأسبوع في عندنا عيادة تغذية لاستقبال أفراد المجتمع كافة. نعم بالتأكيد أستاذة سهى، لو بنقدم نصيحة أخيرة تقدمينها للمستمعين اللي يعانون من ضغط الدم لتجنب المضاعفات السلبية للمرض. هلا احنا غير اللي احنا حكيناه على ضروره انك تزور اخصائي التغذيه، احنا بنحكي له لاي شخص كون من ضمن المتسوقين الاذكياء، كون من ضمن المتسوقين الاذكياء، يعني اقرا الملصقات الغذائيه لما بدك تروح تشتري الطعام اللي عندك، لانه بيكون مكتوب عليه قليل ملح، عالي الملح، شو طبيعه الاملاح اللي موجوده فيه، هل انا اتناولها او ما اتناولها. حتى لما بتروح على اي مطعم احرص على تناول طعامك خارج، لانه اكيد الناس تحب تتناول الطعام خارج المنزل كمان. نعم. فانت لما بتكون مع هاي في هاي الاوقات راعي انك تختار الطعام اللي ما فيه اضافات املاح، حتى المطاعم اغلبها صار في عندها يعني خيارات متعدده للاكل الصحي، تختار طعامك الصحي، استمتع في وقتك واختار الطعام الصحي. انتبه من الاجواء اللي بتخليك تحت الضغوط النفسيه والتوتر، حاول تتجنبها قدر المستطاع قدر المستطاع احنا بنحكي، لان هذا مباشره حينعكس عليك وتحديدا على الضغط الايام هذه، يعني احنا شايفين. نعم بالتاكيد استاذه سهى، مثل ما ذكرتي النصائح هذه نصائح يعني عامه ومفيده ايضا اللي يعانون من ضغط الدم. بس عندنا اتصال لو تسمحي لي استاذه تفضل. سهى، اهلا بو احمد، صباح الخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام، هلا هلا فيك بو احمد، تفضل. شكرا على شرح الدكتوره، لكن دكتوره شرحت في ارتفاع الضغط، ما شرحت في انخفاض الضغط. في وايد ناس عندهم انخفاض، هذا واحد بأخذها تشرح بعدين. لكن اليوم انت والدكتوره تحدثتوا عن الغذاء والتغذيه ونظام الاغذيه ونظام، هنالك مرضى على الاسره في المستشفيات ما يقدرون يبلعون، ما لهم اكل الا الاكل الصحي اللي عن طريق الانف او عن طريق مباشره للمعده. انزين الاكلات مثل هذه، طبعا هي طبيبه وانت في سلك الهيئه اكيد ملمين اكثر منا نحن، يعني هل الاكل هذا، الاكل هذا او المطحون او الاكلات هاي المطحونه فيها الاشياء اللي ذكرتها دكتوره
بخصوص الضغط، هل هذا الأكل مفيد، هل هذا يرفع وينزل، لأن هنالك مرضى موجودين ما عندهم بلع، أكل عن طريق الأنبوب يدخل وعندهم ضغط الدم سواء ارتفاع سواء نزول. نعم. بعد غسيل الكلى بالتأكيد، غسيل الكلى يرتفع وينزل، فيعني أعتقد أنا يعني ما أدري، كطب يقول يعتمد على الأكلات والأغذية، فنريد شرح من الدكتورة. نعم، أولا أخوي أبو أحمد إذا كنت في سؤالك الأول تكلم عن ليش تتكلم عن ارتفاع ضغط الدم، لأن موضوعنا ما تكلمت عن الانخفاض. نعم بالضبط، لأن موضوعنا اليوم هو عن ارتفاع ضغط الدم، إحنا ما مو ضمن الموضوع، لأن فقرة التغذية عنا تعتبر فقرة قصيرة في البرنامج، فإحنا نتناول موضوع موضوع، فاليوم عنا وإن شاء الله بنتناول موضوعك هذا أخوي أبو أحمد انخفاض ضغط الدم في حلقة ثانية بنتناول هذا الموضوع، وسبب أن نحن نتكلم عن الأكل لأن هي هاي فقرة تغذية، فحديثنا كان عن الأكل، وأيضا موضوعك الخاص بالأكل المطحون بتجاوب عليه الأستاذة سهى، وأيضا بنخصص له حلقة إن شاء الله للحديث خلال هذا الشهر أو شهر يونيو القادم إن شاء الله، بنخصص حلقة نتكلم فيها عن الأكل المطحون اللي يقدم للمرضى في المستشفيات وفوائده الصحية، وشاكرين لك أيضا مداخلتك أبو أحمد، شكرا لك. أيوة. هو تعليق بسيط على الملاحظة اللي حكاها الأخ أبو أحمد، بالنسبة للمرضى اللي في المستشفيات اللي بتناولوا الأكل المطحون أو اللي على التغذية الوريدية والتغذية الأنبوبية، كلامه صحيح، هاي من ناحية محتواها الغذائي، سواء الأشياء اللي أنا حكيت عنها البوتاسيوم المغنيسيوم الصوديوم حتى اللي موجود فيها اللي هو الصوديوم يعني اللي هو بيمثل عند الملح بشكل عام، هاي كلياتها بتكون مضبوطة ومحطوطة في معايير مضبوطة. هلأ لما بده يحكي لك مضبوط، في منهم مع انه احنا من ناحية غذاء عم بيتناول الاشياء المطلوبة وبالمعايير المطلوبة، لكن بيكون عنده ارتفاع او انخفاض زي ما حكينا، لانه ضغط الدم بيرتبط بعدة عوامل، عندك بيرتبط بالعوامل اذا في امراض اخرى ممكن تؤدي الى ارتفاع ضغط، مشاكل الهرمونات، مشاكل الغدة الدرقية، لا قدر الله ناس اللي عندها الكانسر اللهم عافي الجميع، الناس اللي عندها امراض في القلب أم عندها كوليسترول مرتفع، حتى لو كانوا منومين تنويم كامل، الهرمونات اللي في الجسم، الانزيمات، العمليات نفسها اللي عم بتصير، احيانا بتكون عمليات هدم عم بتصير للشخص حتى لو كان منوم سريريا بالكامل، بتؤدي الى ارتفاع الضغط، وبتؤدي ايضا ممكن الى هبوط الضغط، فهو هبوط الضغط عشان هيك احنا بنحكي هو مرض ثانوي، المرض السبب الرئيسي لارتفاعه او حتى انخفاضه المباشر لغايه الان غير معروف، هو نتيجه سنوات تراكم سنوات زي ما حكينا أو وجود أمراض وعوامل أخرى تؤدي إليه، فحتى هذول المرضى إذا إحنا بنحاول في الغذاء نساعد على ضبط الضغط بقدر المستطاع، لكن في إنه أحيانا بتكون العوامل النفسية لحالها كافية إنها ترفع الضغط. نعم، وجميل أيضا استفسار الأخ أبو أحمد أستاذة سهى من استفساره، أكيد طبعاً. نحن يعني استفدنا مثل هذه المعلومات اللي قدمتيها للمستمعين، وأكيد كثير يتساءل عن هذا الموضوع ولازم نتناوله بشكل يعني نقدر نقول إنه فيه حقه عشان اللي عندهم لبس في هذا الموضوع أو عدم فهم أو يبون يتعرفون أكثر، لأن عندهم مرضى يأكلون هذه يعني يتناولون الأكل المطحون على الأسرة، فأيضا لهم حق إنهم يعرفون هذه المعلومات وفوائد هذه هذا الأكل اللي يقدم لهم. فالأستاذة سهى نوف الأخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، للأسف يعني أن الوقت داهمنا، ولا الحديث معك دائما مفيد ويصب دائما بفائدة المجتمع، شكرا لك على الموضوع اليوم، شكرا لك على يعني على هذه المعلومات القيمة اللي قدمتيها. شكرا لكم، يسعد صباحكم. يسعد صباحك. مستمعينا الكرام، بنطلع معاكم فاصل قصير وبنرجع نتكلم عن كيفية وقاية أطفال المدارس من الأمراض المعدية، خلوكم معنا. صحة وسعادة. يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، برنامجنا هذا تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أعزائي المستمعين،
يحتاج مثل ما تعرفون الأطفال دائما في سن المدرسة إلى رعاية صحية دائمة لتجنب الأمراض المعدية، إيمانا بمقولة الوقاية خير من العلاج. وهناك كثير من الأمراض المعدية اللي قد يتعرض لها الأطفال أثناء مخالطتهم بزملائهم في دور الروضة أو في المدرسة أو في أي مكان يتلقى فيه الأطفال التعليم ويروحوا له بشكل يومي ومستمر. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع أعزائي المستمعين، يسرنا أن يكون معنا اليوم عبر الهاتف البروفيسور الدكتور وليد أبو حمور، رئيس قسم الأمراض المعدية والوبائيات للأطفال بمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال. صباح الخير بروفيسور. وشكرا على الاستضافة، صباح النور إلى المستمعين الكرام. يا هلا فيك، شكرا لك دكتور على وقتك اللي منحته لنا في برنامج صحة وسعادة. تسلمي. بداية نبغى نتعرف منك على أنواع العدوى أو الأمراض اللي ممكن للطفل أنه يتعرض لها في المدرسة. والله أختي، إحنا بتعرف هلأ إحنا في فصل الصيف، وعادة الالتهابات المعوية الفيروسية تكثر في فصل الصيف، فممكن الانتقال من طفل إلى طفل خاصة في المدرسة أو في الحضانة إذا كان أحد الأطفال مصاب بالتهاب معوي فيروسي. وللعلم الالتهابات المعوية والتهابات الشعب التنفسية هي أكثر من 90% هي التهابات فيروسية، بما معنى أنه انتقالها من طفل إلى طفل بكون أكثر من الالتهابات اللي هي البكتيريا أو الجرثومة. لذلك 90% من الالتهابات المعوية ممكن تنتقل بين الطفل والآخر. وأقصد هنا في الالتهابات المعوية أن الطفل بكون عنده حرارة، بكون عنده تقيؤ، بكون عنده إسهال، ففي احتمال أنه تنقل هذا الفيروس المعوي من طفل إلى طفل. لذلك بعد إذنك أختي، أرجو من الأهل أنه إذا طفلهم عنده أعراض الالتهابات المعوية، تقيؤ أو إسهال مع حرارة، حتى بيطلع معاهم طفح اللي بنسميه sometimes، يعني في بعض الأحيان بنسميهم اللي هو hand foot mouth disease، اللي هو الفيروس الماوث والأدين، الفم والأدين والرجلين مع طفح. أرجو من الأهل أنه ما يرسلوا أبنائهم إلى المدرسة ولا يرسلوهم إلى الحضانات، لأنه بكون في خطر على الأطفال الآخرين لأخذ هذا الفيروس من ابنهم. هاي أهم شيء في وقت الصيف. لازلنا كمان إحنا منشوف التهابات فيروسية للشعب التنفسية، يعني الطفل بكون عنده راني نوز، بكون عنده سيلان في الأنف، احتقان في الحلق، في عنده سعلة، في عنده قحة، في صعوبة بالتنفس مع حرارة. أرجو أنه الأهل ما يبعثوا طفلهم إلى المدرسة، لأنه زي ما حكينا 90% أو أكثر هي عبارة عن التهابات فيروسية، وممكن تنقل العدوى من طفل إلى آخر. تقريبا هذول أكثر يعني. في أمراض جلدية كمان، طبعا أمراض جلدية ممكن أنها تنتقل من طفل إلى آخر عن طريق التلامس. ولذلك يعني أنا بشكرك وبشكر الإذاعة وهذا البرنامج الصحي التواوي، أنه رسالة إلى الأهالي، الآباء، الأمهات، أنه إذا شعرت ابنك عنده مرض جلدي جديد، ولا أقصد هون في الإكزيما، ولا أقصد في الإكزيما التهاب انفكشن يعني التهاب جلدي، ما توديه للمدرسة. إذا عنده تقيؤ، عنده إسهال، ما توديه للمدرسة. إذا عنده حرارة، ما توديه للمدرسة. إذا عنده سيلان بالأنف، احتقان بالحلق، وجع بالحلق، سعلة، معصفونة، ما توديه للمدرسة. نعم، كلها ستي ممكن تنتقل من طفل إلى آخر بسهولة. نعم، أيضا دكتور مع الجائحة اللي مرينا فيها
خلال 2020 أصبح لدى المدارس ولدى مثل ما نقول الممرضات في المدارس وعي أكثر. إحنا حين حاليا إذا الطفل مجرد يعني دكتور زكام بسيط المدرسة ما تستقبل الطفل، حتى الحضانة نفس الشيء. قبل كان ممكن تشوف أن الأطفال اللي في المدارس أو الأطفال اللي في الحضانة يمرضون بشكل متكرر، وذلك بسبب مثل هذه اللي نقدر نقول الممارسات اللي ممكن تكون أحيانا خاطئة. نحن ممكن نقول حتى دكتور نوجه أنفسنا ونوجه المجتمع إلى الحرص من الأمهات على مثل هذه يعني نقول التصرفات اللي ممكن تضر أطفال آخرين، إذا الأم مثلا أرسلت طفلها للمدرسة وكان مريض لا سمح الله. فممكن الدكتور نعرف طرق ووسائل يتوجب على المدارس اتخاذها لمنع انتقال العدوى، مثل ما قلنا، غير أنهم بداية يمنعون دخول الأطفال اللي يعني مصابين أو لديهم يعني أعراض مرضية. والله شوفي، يعني إحنا علينا واجب كأطباء، ومن خلال إذاعتكم الكريمة والتوعية هاي بتساعد. أنا بطلب من المدارس والمعلمين والقائمين والمدراء على المدارس أو الحضانات إنهم باستمرار يبعثوا رسائل إرشادية للأهل، لأنه ذكر إن نفعت الذكرى. رسائل إرشادية إنه والله إذا ابنك عنده هاي الأعراض ما تبعثه للمدرسة. نعم، دائما يكون في تواصل بين المدرسة والآباء، خاصة إحنا بتعرفي أختي عشنا في ظل جائحة كورونا، ولا زلنا يعني جائحة كورونا ما راحت، لساتها موجودة والحمد لله أقل بكثير، بس لازم نظل ماخذين الاحتياط إنه نمنع انتقال العدوى بين الأطفال اللي بروحوا على المدرسة. نعم، لذلك الواجب، غير زي ما تفضل في إنه بيعملوا تشييك أول ما بيجي الطفل على المدرسة، بيسألوا إذا في عنده أعراض. لا، إحنا بدنا نأخذ خطوة استباقية قبل ما يجي الطفل، وقبل ما يركب باص المدرسة، وقبل ما يختلط بالأطفال في الباص اللي بده يجيب الأطفال على المدرسة، نكون مودين رسائل توعوية إرشادية للأهل كل فترة وفترة. برضو الشغلة الثانية والمدارس بتعملها، إذا في لاحظوا إنه في أكثر من حالة، أو حالة مثلا جدري مي، خلينا نقول جدري chicken pox أو حصبة أو كذا، يودوا تنبيه، رسائل تنبيهية إلى الأهالي إنه والله كان في عندنا حالة كيت وكيت، حتى الأهل يكونوا برضه الشفافية أيضا دكتور، مع يعني إذا كان في حد في الصف لا سمح الله مريض، المفروض على المدارس تبليغ الأهالي بهذا الموضوع لاحتياطا إن يكون يعزلون طفلهم حتى لا يصاب أطفال آخرين مثلا. فنحن أيضا دكتور حابين نعرف شو هي الممارسات والسلوكيات من جانب الوالدين أيضا، ليس فقط من جانب المدارس. كيف ممكن على الوالدين أنهم يغرسون لدى الأطفال الوقاية والحد، يعني يغرسون لدى الأطفال عفوا دكتور عادات يعني تجعلهم يقون أنفسهم، وممكن هذه العادات تحد أو تقي من العدوى؟ شكرا على السؤال الممتاز. شوفي، يعني أهم شيء على الآباء والأمهات يغرسوه عند الأطفال هو غسيل اليدين. واجبنا إحنا كآباء وأمهات نعلم أبنائنا غسيل اليدين، كيفية غسيل اليدين. لا يكفي إنه الطفل يروح بس يحط مي ويبلل أيديه، بدنا نفرجيه إحنا كأب وأم، وإحنا استفدنا من جائحة كورونا كثير، إنه صرنا نعرف ما هي كيفية غسيل اليدين بالطريقة السليمة. نعم، إنه حتى على الأطفال الأقل دكتور تعلموا هذه من خلال فيديوهات وأشياء أخرى. صدقتي، يعني حتى الأطفال أنا بيجوني على العيادة بدهم هاند سانيتايزر، عرفتي؟ صحيح، يعني لما بيقول نقول رب ضارة نافعة دكتور. رب ضارة نافعة. ولذلك احنا دائما نزرع في أطفالنا غسيل اليدين، وغسيل اليدين هاي كل الديانات تحض على غسيل اليدين والنظافة من الإيمان، بس أهم إشي كيفية غسيل اليدين، لأنه زي ما بتعرفي غسيل اليدين لازم المية تكون موجودة على جميع أسطح اليدين، بين نعم الأصابع، على سطح الإيد، على بطن الإيد، 20 ثانية بالماء والصابون. نعم أيوة. الشغلة الثانية، نعلم الطفل متى يغسل إيده. يعني علمناه كيفية غسيل اليدين،
بس نعلمه والله انت متى تغسل ايدك، مثلا قبل الاكل بعد الاكل تغسل ايديك، اذا لمست سطح تشعر انه ملوث تغسل ايديك. فغسيل اليدين هاي مهمه جدا. يعني اذا نصيحه واحده بدي انصحها لاي اب او ام، علم ابنك غسيل اليدين، لانه غسيل اليدين بالطريقه الصحيحه تمنع أكثر من 85% من انتقال العدوى إلى هذا الطفل، أكثر من 85%. يعني نسبة كبيرة دكتور، وليس نسبة قليلة يستهان بها. نسبة كبيرة جدا. يعني إذا في شغلة واحد يعملوها وراح تحمي ابنهم، غسيل اليدين. نعم بالتأكيد. أيضا دكتور، لأن كانت اليوم عندنا مداخلة فلضيق الوقت، حابين أيضا دكتور نستفيد من وجودك أيضا معنا في البرنامج ونتكلم عن أهمية التطعيمات ودورها في الوقاية من الإصابة بالأمراض، وشو هي أهم التطعيمات في سن المدرسة. والله أحسنتي. يعني شوفي، درهم وقاية خير من قطار علاج. بالتأكيد. ولذلك احنا عايشين في دولة الإمارات، الله يحميها ويحمي شعبها ويحمي قيادتها. اللقاحات متوفرة مجانا لكل إنسان يقيم على هذه الأرض، وفي هناك برنامج وطني للقاحات، واللقاحات تبدأ من وقت الولادة، من أول من ولد الطفل إلى ما لا نهاية، حتى الكبار والبالغين وحتى الشيام لهم برنامج وطني للقاحات. ولذلك أنا بنصح الأهل دائما يشيكوا على الكتيب تبعهم على المطاعيم أو اللقاحات، وشو اللقاحات اللي لازم ابنه يأخذها في فترات محددة من عمر الطفل. يعني مش بس وقت دخول المدرسة، من وقت ما ينولد إلى ما شاء الله لازم في الوقت المناسب يأخذ اللقاحات، لأنه اللقاحات تمنع أكثر من 90% من الأوبئة. ولا سمح الله إذا صار الطفل معاه المرض بتكون خفيفة جدا لا تذكر. ولذلك في لقاحات كثيرة أختي ما في داعي هلا نذكرها، بس الأهالي كلهم عندهم الباسبورت اللي بيحكوله الباسبورت للقاحات، موجود السن وموجود اللقاح اللي لازم يأخذه. نعم. وفي سن المدرسة أيضا دكتور يكون هناك تطعيم في عمر أتوقع 7 سنوات، أو حتى المدرسة تذكر 6 سنوات عفوا، أتذكر الأهالي بأهمية هذا التطعيم. يعني حتى لو الشخص ما كان ماخذ هذا التطعيم، من يدخل المدرسة بيقولوا لنا لازم ياخذ هذا التطعيم. فجميل أيضا التكامل بين يعني نقدر نقول المنظومة الصحية وكذلك التربية والتعليم، أنهم يذكرون أيضا الأهالي بأهمية هذه التطعيمات وأن ضروري أن الطفل يأخذها في هذه السن. دكتورة، إذا لديك نصيحة أخيرة تقدمها فيما يخص الأمراض المعدية. والله نصيحة أخيرة اللي هي بدي أكرر عليها، أول إشي غسيل اليدين انتبه لها، 2 اللقاحات، 3 إنه ما نأخذ أطفالنا على أماكن مزدحمة، أرجوكم ما نأخذهم على أماكن مزدحمة. 4 إذا طفلك عنده أي مرض من اللي ذكرناهم ما توديه على المدرسة، أرجوكم يعني هذا رجاء خاص، لأنه أنت بتكسب أجر، يعني أنت لأنك حميت طفل آخر من هذا الوباء. 5 اللي بدي أحب أذكره، إنه 90% من الالتهابات عند الأطفال هي التهابات فيروسية لا تستدعي المضادات الحيوية. ولذلك نرجو من الآباء والأمهات أنهم ما يعطوا مضادات حيوية لأبنائهم إلا بعد استشارة الطبيب، لأنه 90% عبارة عن التهابات فيروسية، والمضادات الحيوية لا تعمل على الالتهابات الفيروسية. بالتأكيد. إذا أعطينا مضادات حيوية في لها آثار جانبية، وبصير في مناعة عند البكتيريا الموجودة في الجسم. يعني الوعي دكتور مثل ما ذكرت، يعني الوعي بأهمية أن نحن ما نعطي الأطفال مضادات حيوية إلا باستشارة الطبيب وللضرورة القصوى مثل ما يقولون. نعم
نعم نعم بالتأكيد بروفيسور دكتور وليد أبو حمود، رئيس قسم الأمراض المعدية والوبائيات للأطفال بمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، شاكرين لك اليوم وقتك اللي منحته لبرنامج صحة وسعادة وكل المعلومات القيمة اللي قدمتها لنا، ونتمنى لك ولفريق عمل يعني مستشفى الجليلة التخصصي كل التوفيق إن شاء الله. والله شكرا لكم على هالاستضافة، ولكم إن شاء الله الأجر والثواب على نشر التوعية الصحية لأهالينا. شكرا لك دكتور. شكرا شكرا مرة ثانية. شكر موصول لك أيضا دكتور. في نهاية حلقتنا أعزائي المستمعين، أتمنى أن نكون قدمنا لكم ولو القليل المفيد في برنامج صحة وسعادة، آملين أن نكون دائما عند حسن ظنكم، والشكر الجزيل لفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وكل الشكر أيضا لزميلتي ميرا المري ولمخرجنا اليوم وائل القواسمة. كنت معاكم في تقديم برنامج صحة وسعادة محدثتكم آمنة العلي، وأتمنى لكم دائما الصحة والسعادة. صحة وسعادة.